فيستيفال كيعطي واحد الحله جميله على مدينه مراكش، شي حاجه اللي ولينا كنتسناوها كل عام. انا ملي كنت صغيره دابا راه كنجيب معايا وليداتي. كيعطينا كيف ما قلت لك واحد الثقافه عاليه جدا، كيبين اننا احنا جمهور مهتم بهذا الفن السابع الرائع، وكيجيب لنا ناس اللي احنا كنشوفوهم من خلال الشاشه كيقربوهم لينا. انا تقراتي ديال السينما، وجينا للمهرجان باش نحضر جميع الافلام وجميع لي كومبوزيسيون باش ندير واحد النقد ديالي ونشوفوا داكشي كيفاش غنوصل. مهرجان طبيعة الحال مهرجان دولي معروف على صعيد العالم. بالنسبه للمهرجان كيشرفنا في العالم بحيث انه كيستضيف ممثلين في العالم باسره، هذا تيشرفنا لان التنظيم جد رائع. واليوم الا شفتي اللمسات اللي كاينين كاين تغيير على يعني المهرجانات اللي دازوا. الحمد لله كنتشرفوا اننا الحمد لله تنمثلوا العالم باسره بهذا المهرجان ديال السينما. هذا المهرجان كيدير واحد الاضافه للبلاد وخصوصا مدينه مراكش انها تتولي تيجيو لها السياح من كافه المدن المغربيه وحتى من كافه العالم. والحمد لله كيعجبنا المهرجان وكيعجبنا نشوفوا الفنانه تاعنا والفنانه الاجانب تاعهم. جيت باش نحضر الفيستيفال، انا سو ان ايتيديون دون لا فاكولتي قضائيه سيون جيستيون. انا شخصيا كاع جاي حيت حبا عندي موهبه التمثيل وتندير التياتر، وداك الشيء جيت انا حضرت. اي حاجه عندها علاقه بلاغ بالمسرح بالتمثيل ضروري ما نكون حاضر فيها هنايا. انا جيت اليوم على الاصدقاء ديالي باش نتفرجوا، صراحه هي فرصه كبيره بزاف. زعما راه ديجا عارفين انه واحد الفرصه فين الناس كيجيو كيتلاقاو كيشوفوا مخرجين كيقدروا يشوفوا فهمتي اعمال فنيه اللي ما يمكنش نقدروا نلقاو زعما الفرصه باش نتفرجوا فيهم في شي بلاصه اخرى. وفرصه انه الناس بزاف ديال الناس كيجيو لمراكش، يعني السياحه حتى هي راكم عارفين يعني واحد الفرصه اللي زعما زوينه من جميع المجالات.